أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز شراء الكلب ليكون كلب صيد أو حرث أو ماشية إذا كان لا يستطيع اقتناءه إلا بالشراء، وما حكم بيعه وشرائه؟ لا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز، ورد النهي عنه، ورد النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلاب. نعم.